نجم معتصم النهار، اهلا وسهلا فيك على التلفزيون الجديد، نورتنا. اليوم نحن بكواليس مسلسل خريف عمر، وحضرتك اخذ دور شخصيه مهند، شخصيه اعلاميه. اول شيء خبرنا كيف حضرت لهي الشخصيه، كونه يمكن اول مره تلعب دور اعلامي او هيك مختلف عليك. بالبدايه الموضوع كان شوي هيك مقلقني، يعني كون الشخصيه جديده وشخصيه اعلامي ضمن التلفزيون بتكون نوعا ما مقلقه لاي ممثل. الحمد لله، يعني من خلال النص ومن خلال القراءة ساعدني النص كتير بإني لاقي أدوات جديدة وحلوة للإعلامي تنطرح بشكل جديد، ما تكون بتشبه حدا، بالتعاون مع الأستاذ مسنى أكيد. الحمد لله قدرت إنه هيك أقدمها نوعا ما بالشكل اللي أنا بدي إياه وبالشكل اللي أنا بشوفه، بالاستعانة الحقيقة مع هيك نظرة يعني لبعض الإعلاميين اللي أنا بحبهم. حاولت أفهم أكثر كيف بيتعاملوا مع الضيف بشكل مباشر، وبالإضافة له إنه أنا إلي يعني إلي باع مع الإعلاميين، يعني من خلال اللقاءات إلي باع طويل من خلال اللقاءات. آخر شيء الحمد لله تكونت هيك شخصية بهيك بأدوات بسيطة نوعا ما كانت عفوية قريبة من القلب، ما تكون كتير مبالغ فيها، والحمد لله وصلنا لهي النتيجة بالتعاون مع الأستاذ مسنى. أكيد. ولقيت هاي المهنة صعبة ولا سهلة عليك؟ يعني لك والله هي ممتعة كتير حلوة، التحاور مع شخصيات. أحيانا كل يوم أنت ممكن تتحاور مع شخصية شكل، ممكن مسؤول إعلامي، مسؤول أمني، مسؤول اجتماعي، صحيح. إلى هيك متعتها، يعني بأنك أنت دائما عم تكتشف جوانب جديدة بعوالم أخرى، يعني إلى احتكاكة نوعا ما بحسها بتشبه التمثيل، يعني لأنك أنت بضلك عم تتعاون مع أطراف ومع أشكال جديدة، مثل الممثل بيضل بيتعامل مع شخصيات جديدة ومع هيك عوالم جديدة. خلينا نحكي شوي عن أصداء المسلسل. نحن اليوم باليوم 17 وأكيد عم نشوف الأصداء بشكل عام، كيف رضاك عن الأصداء العمل؟ الحمد لله العمل، يعني الابن الاول لشركه مينتلنس، يعني هي الشركه اللي اليوم انا متاكد انه رح يكون في مستقبل باهر للايام القادمه والسنوات القادمه. العمل يمكن لو حظي بطريقة دعايه واعلان كانت مناسبة لإله، كان بحس بياخد مكان أفضل بكتير بالموسم الرمضاني. بس العمل للحظة الأخيرة اللي تقرر عرضه برمضان، الشركة كانت ناوية الدخول برمضان، ولكن كانت تاركت لنا الحرية والوقت الكافي للمخرج وللممثلين بأنه ما في مشكلة إذا ما لحقنا لرمضان ممكن يصير بعد رمضان. باللحظات الأخيرة اكتشفوا أنه ممكن يكون لرمضان، تم طرحه برمضان. بالوقت اللي باقي الأعمال كان عم يتسوق له وعم يتروج له قبل بعشرة أيام وقبل بشهر أحياناً، خريف عمر ما حظي بهذا الترويج وبهيدا الإعلان، ولكن الحمد لله حجز مكان جميل عند الجمهور، كان في ردة فعل حلوة. أنا عم بسمع أصداء لطيفة جداً اتجاه العمل. أكثر هيك فيدباك حبيته عن العمل هو إنه عمل محترم، عمل تقيل، عمل بيعالج القضايا هيك بطريقة محترمة، في احترام للأنثى، في احترام لكل القضايا اللي عم تنطرح فيه، عم يتم معالجتها بهدوء وبسلاسة وبهيك بحب. يعني يمكن الدراما البوليسية هي عن الدراما السورية صار لها زمان. تماما، لا ننسى إنه موضوع العمل اللي هو الموضوع البوليسي شوي صعب للدراما السورية كان، والعمل بيناقش هذا الموضوع، بيناقش جرائم قتل عم بتصير، عم يرتكبها عمر التالي بدون ما نفهم شو السبب، بعدين لاحقا بنعرف شو الأسباب. هذا الموضوع البوليسي شوي جديد على الدراما السورية، وهو موضوع صعب جدا انك انت تاخذ فيدباك ايجابي عنه، صعب لانك انت بدك تقدمه بطريقة. ولو ما كانت هي الشركة موجودة، بنتنس والاستاذ مسنى، الاستاذ سلوم وباقي الاسماء مع احترامي للكل، يمكن ما قدرنا او ما جازفنا بهيك مشروع. استاذ، يعني دائما اسمك يرتبط بالدراما المشتركه، خلينا نقول شو رايك انت بهذا الموضوع؟ هل بتفضل انه دائما تشتغل دراما مشتركه؟ مثلا شفنا اخر يعني عمل كان صالون زهره مع النجم اللبناني نادين نجيم. صحيح. هلا انا بالنهايه اللي بتعامل مع المهنه كمهنه، يعني اي عرض عمل بيجيني عجبني حبيته، العناصر المتوفره فيه تلائمت مع وجهة نظري، ما بقول لا، يعني ما بشوف دراما مشتركة ودراما غير مشتركة. اليوم لما إجاني عرض عمل بسوريا
مع بنتلنس، مع مخرج انا بحبه كثير بنص كثير جميل، ما ترددت يعني ولا اني رحت لا انا بدي ضلني محسوب. لا، ممثل غلط انه ينحسب على طرف او ينحسب على نوع او ينحسب على شيء. ممثل بيلعب كل الادوار، بيلعب بكل مكان بكل زمان. بالعكس لا ابدا، يعني انا وين العمل الجيد بكون موجود ان شاء الله. اكيد. هلا اشتغلتوا سابقا انت واستاذ قصي خولي والنجم نادين نجيم، هلا عملوا ثنائيه بي واخيرا، شو بتقول لهم بختام مقابل؟ بقول لهم يعطيكم الف عافيه. بعرف حجم التعب وحجم الاجهاد اللي بيصير، ان شاء الله يكونوا لاقوا النجاح اللي هن بيتمنوه، والله لا يضيع تعب لحدا. شكرا جزيلا استاذ معتصم، كلك شكرا.